صور <تلقت> نشاهدها الآن نضال نشاهد هي الآن يبدو آه رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذه اللقطات إلى يساره أف جالانت آه وزير الدفاع الإسرائيلي يتابعون هذه غرفة عمليات على ما يبدو يتابعون عملية تسلم الأسرى والمعتقلين لدى حركة حماس من الإسرائيليين إذا آه مجلس الحرب ها هو المسؤولون الإسرائيليون وهم يتابعون في غرفة عمليات كل تفاصيل والإجراءات الخاصة بنقل وتسلم والكشف على المعتقلين الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين تم الإفراج عنهم بموجب الصفقة مع حركة حماس والذين بحسب مراسلنا قال أنه بالفعل الشباك أعلن أنه تسلمهم إذا وزير الدفاع ورئيس الحكومة يتابعون عن كثب وداخل غرفة عمليات الـ الـ كل التفاصيل المتعلقة بإدارة عملية صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين طيب هذه الصور أيضا جديدة تردنا من عربات الصليب الأحمر وهي تنقل الأسرى المفرج عنهم من قبل حركة حماس هم ينتقلون داخل هذه السيارات بموجب الاتفاق بين طرف حركة حماس والجانب الإسرائيلي على اعتبار أن الصليب الأحمر هي جهة دولية معترف بها وهي جهة محايدة فتقوم هي بتسلم الأسرة وبالتالي نقلهم إلى الأراضي المصرية من ثم يتم نقلهم بحسب آخر التحديثات من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم هو إلى الجنوب من معبر رفح بحسب أيضا نضال مراسلنا هو لا يبعد مسافة كبيرة حوالي 12 كيلومتر من معبر رفح ومن هناك يستلم الجانب الاسرائيلي رعاياه